في هذا الصباح نسن اللقايا، وايضا تهانينا لجميع الاخوة الذين فازوا في الشوطين، الشوط الاول والشوط الثاني. انطلق بحفظ الله ورعاية شوطنا الثالث، شوطنا الثالث ينطلق في هذه اللحظات، والشوط المفتوح ايضا شوط الابكار المحليات الاصايل. نتمنى باذن الله التوفيق للجميع. نسير الى المقدمة، نسير الى مقدمة الشوط، وارى الشاهنية سعيد بن محمد بن سعيد بالعري الفلاسي في مقدمة الشوط، واستفتحت الإذاعة مبكرا. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، وأرى مياسة عبد الله بن سيف بن عبد الله بن غرير الاجتمي. يا سلام، هالسهيلة هالسهيلة يبغون السلام منك يا بن غرير، ممثل السهيلة الدائم. المركز الثالث أصبح من نصيب بن صوغان لحاضر بن ساري بن بلوش المزروعي. يا سلام يا سلام، هل الغربية، هل الظفرة، هل الظفرة، والممثل الدائم أيضا للظفرة. انتقلنا إلى المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع. هنا التدخل من شواهين زايد بن مسلم أو نايد بن مسلم بن الزفنة العامري. والمركز الخامس، المركز الخامس حضور لغانم بن محمد بن مطر بن حمد المنصوري. والمركز السادس، المركز السادس في هذه اللحظات مراسيل سعيد بن دغمال بن راشد الغيلاني ضيفنا العزيز من سلطنة عمان الشقيقة، والمخذ المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع ايضا المركز السادس لنواب بن نوح بن احمد البلوشي، البلوشي معجزة لنواب بن نوح بن احمد البلوشي، خذت المركز السادس. المركز السابع اصبح من نصيب بن حاشا محمد بن علي بن حفشة الاجتبي، خذت المركز السابع. والمركز الثامن اصبح من نصيب ريمة علي بن راشد بن علي الاجتبي. والمركز التاسع، التاسع، التاسع هنا المركز التاسع والمركز العاشر أصبح من نصيب شواهين لحربي بن محمد بن كمد العامري. هذه نتيجتنا أيها الإخوة، هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى المتقدمة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الأشواط وهذا السباق الجميل التراثي المميز هنا في ميدان الزيد. نعود إلى المقدمة، والعود أحمد إلى المركز الأول، وأرى مياسة، مياسة، مياسة تلعود. الله لابن غرير عبد الله بن سيف بن غرير السبي في مقدمة الشوط، مسيطرة كل السيطرة على المركز الأول. النقلة التالية على المركز الثاني، المركز الثاني أصبح من نصيب شواهين لنايد بن مسلم بن الزفنة العامري. والمركز الثالث، المركز الثالث بن صوغان، بن صوغان، بن صوغان، بن صوغان حاضر بن ساري بن بلوش المزروعي أيضا ممثل الظفرة الدائم. والمركز الرابع، المركز الرابع اللي تدخلت حضور، حضور غانم بن حمد بن مطر بن حمد بن نص المنصوري، بن نص المنصوري واصل ايضا والقادم من غياثي. المركز الخامس اصبح من نصيب الشاهنية سعيد بن محمد بن سعيد بالعري الفلاسي، خذت المركز الخامس. يا سلام، الخمسة اعتزلت، الخمسة اعتزلت عن بقية المراكز. المركز السادس اصبح من نصيب مراسيل، مراسيل ضيفتنا العزيزة سعيد بن دغمال بن راشد الغيلاني، خذت المركز السادس. والمركز السابع،
من حاشة من حاشة محمد بن علي بن حفشة الاجتبي. والمركز الثامن أصبح من نصيب ريمة لعلي بن راشد بن علي الاجتبي. والمركز التاسع حضور لشعفار بن غلام بن موسى بن احمد البلوشي. يا سلام يا شعفار، خذ المركز التاسع. والمركز العاشر اصبح من نصيب هنا مهاب محمد بن خادم بن عيد بن حليس الاجتبي. هذه نتيجتنا. وان سألتوا عن الموقع وين، نقولكم غادرنا الالف وخمسمائة متر، غادرنا الالف وخمسمائة متر. ويا ابو غوطة عطنا لقطات جميلة لهذه الشعارات، ولا زالوا هل السهيلة يا سلام يطالبونك بالسلام. يا بن غرير يا بن غرير يا بن غرير، خلك احزامك قوي، شد الحزام يا بن غرير. هذه مياسة في المركز الاول لعبد الله بن سهيل بن غرير الاجتبي في مقدمة الشوط، مسيطرة كل السيطرة على الموقف حتى هذه اللحظات. المركز الثاني هنا شواهين نايد بن مسلم بن الزفنة العفاري. المركز الثالث مراسيل سعيد بن دغمال بن راشد الغيلاني، وصل الضيف ايضا خذ المركز الثالث وعينه على المقدمة. المركز الرابع اصبح من نصيب حضور لغانم بن حمد بن مطر بن حمد بن نصر المنصوري. يا الله، وبدت التحرك بدت الأوامر. يلا نشوف مياسة العود لا زالت مسيطرة على الموقف حتى هذه اللحظة. هذه مياسة في المركز الأول، تعود ملكية مياسة لأيضا عبد الله بن سيف بن عبد الله بن غرير الاجتبي. ولكن مراسيل الضيفة تسللت، اخترقت حاجز الصوت. ايضا سعيد بن دغمال بن راشد الغيلاني وصل بالنص، بن دغمال راح. الله، اعطونا ستة، اعطونا المركز الخامس. مهابة شوف اللي جاية. مهابة محمد بن خادم بن عيد بن حليس الاجتبي. الله يا ابو محمد، الله 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 الله، ما اتت من حيث لا نعلم، اتت من حيث لا نعلم في اللحظات الاخيرة فاجأتنا. ما شاء الله تبارك الله. مهابة، سلام يا للحوية، سلام لمحمد بن خادم بن عيد بن حليس الاجتبي على هذا الفوز وهذا الانجاز. لي ايضا مهابة تهانينا والناموس المركز الثاني. المركز الثاني حضور لغانم بن حمد بن مطر بن حمد المنصوري. المركز الثالث وصلت في مراسيل لسعيد بن دغمار بن راشد الغيلاني. المركز الرابع وصلت في ازعاج لهادي بن مبارك بن محمد بن عيد بن عبيد الاجتبي. والمركز الخامس وصلت في مياسة لعبد الله بن سيف بن عبد الله بن غرير الاجتبي. هكذا كانت النتيجة ايها الاخوة مشاهدينا الاعزاء. نشوف التوقيت الزمني والإعادة على الشاشة، شاشة التلفزيون وقناة الوسطى من الزيد. الله ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا ها 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 ها. التوقيت من اسعد بغوطة. كم التوقيت بالضبط؟ التوقيت الزمني وإعادة من مخرجنا أسعد أبو غوطة مخرج هذا النقل على الهواء مباشرة عبر قناة الوسطى من الذيل. 7:45 هو التوقيت الزمني لي أيضا توقيت مهابة. سلام يا أهل الحوية، سلام يا أهل الحوية، وسلام لخادم بن عيد بن حليس الاجتبي أيضا على هذا الفوز، ومحمد بن خادم أيضا يستاهلون الفوز والإنجاز. وتهانينا لجميع الأخوة الفائزين حيث أتتنا مهابة.
يعني من حيث لا نعلم في اللحظات الأخيرة فاجأتنا مفاجأة كبيرة، ونقول ما شاء الله تبارك الله، ودائما نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا المهرجان وفي هذا الميدان.